تيران ديالي وفرولينا هذا اللي دعوا فيه كاين محمد زين في مقام الدجاج الاشغال كاين الزاوني وكاين بلجيكو اللي قالوا لنا حنا مستعدين غادي نلعبوا كلهم حنا غادي نتحكم واحد العدد ديال الجماهير ما يولجوش الزاوني فيه 15 غادي غادي تمشي اكثر من نص اذا الضرر هذا يكون للفريق لان كتعرف الفريق تيعتمد على السيوله الماليه اللي كيدخل ولكن حنا غنكتلوا لان هذه فيها مصلحه ديال الوطن وخصنا التيران هذا يزبطوا على اساس باش يكونوا ان شاء الله في المستقبل غادي نستعملوا وغادي نستعملوا الوداد والرجاء ويكونوا كل جريده لائقين المتتبعين ولا المناصرين ديال الفروق باش يجيو في واحد المكان اللي مريح وفيه اللي تواليت وفيه كل شيء جميع المناشيد الصحيه تكون حتى هي مقدمه كيف ما كنقلبوها ما نقدموا غير الكره راه الكره اهم شيء فيها هي البنيه التحتيه اذا ما كانت عندك بنيه تحتيه بمواصفات كيف غادي تلعب الكره على شحال كتمشي لورو كتقول على تيران مالو ويش درسوا هذا هما غاديين والجامعه والناس المسؤولين على هذه القطاعات راه غاديين غادي مع التحول اللي ولا وعلى كل شيء باغي ينافس الفرق الكبيره الفريق دابا حنا لعبنا مع الهلال السعودي الهلال السعودي داروا ميركاتو ب 1000 مليار حنا ما فتناش في القيمه ديال هذا المهم ما وصلنا حتى 0.5% 0.5 ما كاينش ومع ذلك حنا الجماهير ديالنا كيقولوا لنا علاش ما بدوش الهلال ما شدوا لي بلا ما حقاش هما مشاو سراو فلان وفلان وفلان وحنا الامور ديالنا جد محدوده تنتحملها تنتمنى انها تيسر ويكون مداخل والتدخل ديال الفاعلين الاقتصاديين باش نوصلوا حتى حنا نسبيا لواحد النسبه ديال 10% ونكونوا احسن منهم ماشي 100% غير 10%